في الفيديو هذي باش نستعملوا الحاجات اللي تعلمناهم الكل باش نخليو الفأرون يتحرك في اتجاه مؤشر الفأرة، لأن كما تشوفوا اللي كل ما نحرك مؤشر الفأرة الفأرون قاعد يتبع فيا، لكن اتجاهه ماهوش قاعد يتغير، دونك قاعد يتحرك بطريقة خايبة شوية. كيفاش نجمو نعملو؟ نجمو نحيو اذهب إلى مؤشر الفأرة، ونعرفكم على حاجة جديدة اللي هي اتجاه نحو. ولهنا كان تلاحظوا باش تلقاو اللي الفأرون يتبع في مؤشر الفأرة في الاتجاه متاعها، كما قاعدين تشوفوا لهنا قاعد يتبع فيها. شنو اللي ناقص؟ ناقص انه يقدم. نجم نردوه ونقول له تحرك 10 خطوات واتجه نحو مؤشر الفأرة، وهكايا الفأرون متاعنا ولا يتحرك. نجم نبطيه في خطوات متاعه، وكان نقول له تحرك 5 خطوات فقط، وهكذا كما قاعدين تشوفوا فاش قاعد يصير لهنا الفأرون متاعنا ولا يتبع في مؤشر الفأرة.